توقعاتك ايه صفقات نادي الزمالك والنادي الاهلي الجديده وكلمنا عنها؟ هو صفقات الزمالك عموما، الزمالك لحد دلوقتي عامل صفقات كويسه جدا بالنسبه لخط الوسط والوينج ليفت بسبب اشرف بن شرقي بعد ما مشي اللي هو ابراهيم نضاي، والخط الوسط زكريا الوردي اللي هو المغربي اللي جاي جديد ده، وحراسه المرمى محمود جاد ده كويس جدا بدل ابو جبل وجنش وصبحي. بس ده بالنسبه للزمالك. بالنسبه للاهلي، الاهلي انا شايف ان هو مش محتاج صفقات اصلا، اللعيبه اللي عنده كويسه جدا، بس هي المشكله كلها مشكله مدرب ومشكله صبر. بس هو الاهلي مشكلته ان هو مش بيصبر على الفرقه اللي عنده لما تنسجم مع المدرب، لما ياخد فرصته، هي دي كانت مشكلته. بس لكن انا مش شايف ان هو محتاج صفقات قوي، غير ممكن مثلا راس حربه كويس بدل حسام حسن، لان حسام حسن شايفه ان هو مش راس الحربه اللي ينفع للنادي الاهلي. ممكن يكون محتاج باك ليفت برضو يعني مساعد مع علي معلول، لان علي معلول كويس جدا. الصفقه الاهم للاهلي عايز باك يمين، لو اكرم توفيق مش هيرجع بسرعه او هيستغله في خط الوسط جنب حمدي فتحي او جنب عمرو السوليه. لا، صفقات رأيناها قبل كده في الدوري المصري يعني ممتازين، ان شاء الله يقدموا موسم كويس. هو دلوقتي الزمالك حاليا كان اللي جاب زكريا الوردي وابراهيم نضاي وعنده احمد ايمن منصور، ولا انا شايف يعني ان هي صفقات كويسه، بس الزمالك يشد حلو ويجيب محمود جاد لو حارس مرمى، ويجيب مدافع كويس، ويجيب راس حربه يعني عالمي، ويمشي اوباما يعني عشان الصراحه زينا منه يعني، ويجيب حد كويس يعني مكان اوباما وكده. والله بصي، هو مبدئيا كده هم شاكين، اول حاجه هم لعيبه كويسه، ثاني حاجه بس احنا لسه ما شفناهمش في الملعب، فاهمه؟ لكن هو اللي هيحكم عليهم على ادائهم بقى في الملعب، هو اللي هيحكم ان كانوا صفقات كويسه او وحشه. لكن هم كاسماء شفت لهم فيديوهات على اليوتيوب كويسين، ابراهيم نضاي وزكريا الوردي دول اللي هم مؤكدين، اللي هم مضوا ونزلوا التمرين، بعيدا بقى عن الاسماء الثانيه اللي بنسمعها، بس لسه ما فيش حاجه ايه فعليه يعني. بس اشوفهم في الملعب احكم عليهم، غير كده ما احكمش. هيفرقوا طبعا، اللي هو الاهلي كان محتاج الصفقات دي، بدليل الموسم اللي فات كان اداؤه مش كويس. لا كويسه، وان شاء الله يعني يحققوا حاجه كويسه، بالذات الاهلي لان انا اهلاوي، فان شاء الله يعني يعملوا حاجه كويسه في الدوري وناخده السنه دي. بس وانا بصراحه واثق يعني في اداره الاهلي ان هم هيجيبوا مدرب كويس وهيجيبوا لعيبه، مستحيل يعني يجيبوا حد. الاهلي حاليا هو بيتكلم ان هو عايز يجيب مصطفى شلبي ومحمد رضا بوب والناس دي كلها، بس احسن صفقه للاهلي لو عملها حاليا ان هي يكون مهاجم افريقي، راس حرب افريقي، عشان هو حاليا محمد شريف مش في حالته، وصلاح محسن برده كده، فاحسن واحد دلوقتي ان هو يجي هو مهاجم سوبر. الاهلي عمل صفقات حلوه في نص الملعب والهجوم، ودي حاجه تفرق معاه في الدوري والكاس اللي جايين، عشان هو بعد ما خسر الدوري والكاس من الزمالك، فدي كانت حاجه كانت مؤثره معاه، لو ما عندوش نص ملعب واقف متزن بعد ما موسيماني مشي كده. الزمالك بعد ما بن شرقي مشي جابوا لعيب جديد، واللعيب ده هيأثر معاهم قدام في برضه موضوع الهجوم ده، عشان هو لعيب المفروض ان هو لعيب قوي بدنيا، ممكن يأثر معاهم في موضوع ان هو ياخد دوري تاني والكاس تاني، عشان يبقى منافسه اقوى من اللي بين الاهلي والزمالك. بس وزيزو ما شاء الله يعني عمال يجيب في جوان ويعني كده، برضه مأثر مع الزمالك، وده لو مشي اعتقد هيعمل ازمه للزمالك كبيره. بس كده. توقعاتك ايه للمدير الفني الجديد للنادي الاهلي؟ هو لسه ما اعلنوش على المدير الفني الجديد، لسه سعد عبد الحفيظ اللي هو يمسك مدير الكوره مؤقتا لغايه المدير الجديد ان شاء الله. بص برضو انا يعني على الحته دي برضو عندي فيها شويه تفاصيل صغيره كده، انا بحكم على المدير الفني او على لعيب لما اشوفه في الملعب، غير كده لان ياما اسماء جت كتيره قوي على مدار التاريخ بقى في الاهلي في الزمالك في منتخب مصر، بيبقى اسم كبير بس كنتائج ما بيحققش. يعني مثلا بما اننا اتكلمنا عن الاهلي، مثلا فايلر اللي هو جه الاهلي ما كانش سي في ولا كان حد يعرف حاجه عنه، بس عمل اداء ونتائج مرعبه، فاهم قصدي؟ في حين ان مثلا كارلس كوريش لما جه منتخب مصر اسم كبير وبتاع يعني، فاهم، ما صعدناش كاس عالم. ممكن مثلا يلجاوا لعيب مدرب سويسري او حاجه هيبقى كويس، لان هم ما يتهيأليش هيكرروا نفس التجربه تاني. ممكن هو بيتكلموا على خليل زيتش بتاع المغرب وكذا مدير فني، بس انا مش يعني ان شاء الله انا زملكاوي يعني، فان شاء الله الاهلي يجي مدير راح فني زي شوارش يعني ان شاء الله.